طفلة عربية يبدو أنها لم تبلغ الرابعة من عمرها تثير ضجة على مواقع التواصل، حيث ظهرت الطفلة وهي تصرخ بوجه والدتها مطالبة بالشيشة. الاستياء الأكبر كان من نصيب الأم التي استجابت لابنتها وتركتها تشاركها التدخين، وغير معروف مكان أو زمن تصوير الكليب. خلاص هدي يلا. انتقادات واسعة وجهت للأم لتعريضها حياة ابنتها للخطر، كما أن الموقف يتعارض وغريزة الأم. الناشطة الحقوقية الأردنية خلود خريس كان لها تعليقا على هذا الموضوع، نتابع. شيء محزن ومؤسف وخطير ترويج مثل هذا الفيديو، أن أم تقوم بتصوير فتاة صغيرة تستخدم الأرجيلة. طب الأم لازم تكون هي قدوة لبنتها، مش إنه تصورها وهي بتصور الأرجيلة. للأسف إنه شبكات التواصل الاجتماعي إنها بتنشر هذا الفيديو، وإحنا ضد التدخين، لأن التدخين هو السبب الرئيسي في السرطان، وخاصة إنه طفلة صغيرة من الناحية الصحية لم يكتمل نموها لحد الآن. فإحنا ضد هذا الشيء. فمن الناحية الصحية ومن الناحية النفسية، لو طفل صغير الآن تتعود على مسك الأرجيلة ما بتصور إنه هذا أسلوب صحي، وأنا بتصور إنه الكل لازم هذا الفيديو نشره من مواقع التواصل الاجتماعي حتى ما نكون كدعاية أو مروجين لهذا الفيديو. فأنا بناشد الكل إنه كل واحد بيشوف هذا الفيديو إنه يشتره من موقعه حتى ما نروج لهذا الشيء، ونحن نكون قدوة لأبنائنا في مجتمع صحي خالي من التدخين.